متحاسب. ال 2 مليون من الاخر بيدفع كام ضريبه عقاريه؟ بيدفع 120 جنيه في السنه. كام؟ 120 جنيه في السنه. على 2 مليون 120 جنيه اه في السنه. طيب انت حضرتك عارفه اللي قاعدين مثلا وقاعدين في اماكن ومنتجع او غيره بيدفعوا فلوس كتير قوي الصيانه، بيدفعوا فلوس كتير قوي، هل بتخصموا ده ولا ده مش داخل في الموضوع؟ مهم حضرتك برضو السؤال جدا. طبعا الصيانه، انت حضرتك بتعمل صيانه للعقار بتاعك، انا بخصم من قيمه العقار 30% صيانه غير خاضعه للضريبه. 30%. واذا كان العقار ده مش للسكن يعني تجاري او اداري بخصم 32%. يعني حضرتك بتقولي ال 2 مليون جنيه بيدفع في السنه 120 جنيه بالظبط. اذا ما كانش عنده غير الوحده دي. اه لو عنده وحده تانية هيتمتع بنفس الاعفاء، بس هيدفع على الوحده التانية الضريبه بالكامل من غير ما نعفي له المبلغ اللي هيتعفى. اللي هي كام الضريبه بالكامل؟ الضريبه 10% من صافي القيمه الايجاريه المقدره للوحده. صافي القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة. يعني لو واحد عنده وحدة مثلا في الزمالك أو مصر الجديدة أو مدينتي مثلا أو هنا أو هنا، بتقدروا في المكان ده إيجار الشقة دي كام في الشهر، مش كده؟ آه، ونخصم والقيمة الإيجارية دي زي ما قلت لحضرتك هنطلع منها الصافي. ولكن التقديرات التي تتم في مصلحة الضرائب العقارية بتكون أقل من الواقع، الا اذا كان انا عندي ما يفيد عقد ايجار تحت ايدي بالفعل انا باخده. يعني زي المولات مثلا اللي موجوده على مستوى الجمهوريه بدون ذكر اسماء يعني. المول مثلا انا جات لي عقود الايجار، فعقود الايجار انا في عقود تحت ايدي، فالعقد ده انا باخد من القيمه الايجاريه، اخد القيمه الايجاريه اللي موجوده في العقد واشيل منها ال 32% والباقي بضربه سعر الضريبه 10% واخد الضريبه بتاعتي على هذا. هل حصلتوا على مدى السنوات اللي فاتت حصلتوا ارقام كتير؟ 15 16 حصلنا تقريبا مليار جنيه. 15 16 16 ده السنه الماليه. 16 17 حصلنا حوالي 2 مليار الا 50. 17 18 حصلنا 3 مليار و 20 و 200 مليون. في زياده يعني؟ اه في زياده الحمد لله. متوقعين قد ايه اللي جاي؟ يعني واضح انه الارقام هتزيد اكتر، متوقعين قد ايه؟ يعني ان شاء الله بنامل نجيب اكتر، يعني نجيب احنا المستهدف بتاعنا اللي موجود في وزاره الماليه 5.2 وطبعا الجهات السياديه بتطلب اكتر من كده، واحنا بنطمح ان احنا نجيب الضريبة المستحقة على الناس. احنا مش هنغالي في الضريبة اللي على الناس، احنا نجيب الضريبة اللي هي مستحقة على الناس والناس بتروح تسددها ان شاء الله. يعني متوقعين اكتر من 5 مليار ان شاء الله. 18 19 ان شاء الله يا فندم. طيب دي بتبقى سنوياً ولا بتدفع مرة في السنة ولا مرتين ولا بتدفع ازاي؟ انا سمعت حضرتك بتتكلم على قسطين، كلام حضرتك مظبوط. هو القسط الاولاني يدفع في يناير، اللي عايز يدفع على مرتين يدفع في يناير، واللي عايز يدفع في يوليو ده القسط الثاني يدفع فيه. في ناس بتحب تدفع القسط بالكامل في يناير، وفي ناس بتحب تدفع القسط على مرتين زي ما القانون بيقول. وعلى فكره احنا لو واحد جه عشان يسدد الضريبه بتاعه النص الاولاني وقسط حتى النص الاولاني احنا ما بنرفضش يعني. طيب ال فرضا ناس من هنا ال 15 8 ما راحوش، ما عملوش اي اجراء، ايه اللي ممكن تعملوه او ايه الاجراءات اللي انتم متوقعه او اللي انتم بتستعدوا ليها؟ في غرامه الخاصه بعدم سداد الضريبه في اوقاتها على حسب المده اللي الممول اتاخر فيها، وممكن الممول يقول انا ما جاليش اختار. زي ما قلت لحضرتك في بدايه حديثي مع حضرتك ان المفروض الممول اللي امتلك وحده جديده هو اللي يروح يخطر عنها. مش لازم يعني تبعته. يعني هو هيقول انا ما جاليش الاختيار، انت حضرتك انا حاصره الوحده بتاعت حضرتك والوحده بتاعت حضرتك اللي انا حاصرها انت ما جيتش عشان تضلي باسمك. يعني انا في بعض شركات التمويل العقاري ادتني داتا
بالوحدات مثلا اللي في السخن. انت حضرتك وانا عندي، انت حضرتك عندك وحده وانا عندي وحده، بس اللجنه وهي بتمر شافت الوحده دي مقفوله وحفرتها وعارفه من الشركه مساحتها قد ايه، ولكن مين اللي قاعد جوه؟ الناس مش موجوده، ما نعرفهمش، هو ما تقدمش. فهنا وقع عليه عيب ان انت ما اخترتش عن وحدتك، ودي الغرامه بتاعتها من 2000 ل 5000 جنيه. الغرامه من 2000 ل 5000، من 200 عفوا، من 200 لحد 5000 جنيه. من 200 جنيه ل 5000 جنيه. غرامه. يعني حسب ما بيحددها، حسب ما تحدد للقاضي يعني، لان دي بتبقى دعوه وبيحرق. لا بتعملوا قضيه يعني، بتحولوا للمحكمه قضية. يعني حسب ما يتراءى للقاضي يعني، ممكن تبقى 200، ممكن تبقى 300، ممكن يبقى 1000، ممكن يبقى 2000. وبتغلظ اذا تكرر من الممول امتلاكه لعده وحدات في نفس خلال فتره 3 سنوات وبرضه ما بلغش، فبتغلظ هذه العقوبه الماليه. طب اللي بياخدوا اسكان اجتماعي واسكان مصر والحاجات، هل عليهم ايضا ضريبه بيدفعوا؟ بص يا استاذ احمد، انا قلت لك في بدايه الحلقه ان كل مواطن بيروح يتقدم، لكن الاسكان الاجتماعي بالتاكيد ده غير خاضع للضريبه، هو معفي. نعم. لان هو اقل من ال 2 مليون جنيه. بس هو بافتراض ان هو اشترى شقه ثانيه من عنده واحده وواحده، فاقل من الاثنين هنعفي له برضه واحده. يعني في ناس بتستفيد من هذه المشروعات ويمتلك وحدتين او يمتلك ثلاثه، وبيبقوا باسم ولاده صغيرين واشترى ثلاث شقق لاولاده صغيرين، الشقه مثلا ب 300 ب 400000، انا اقفله واحده والاثنين هيترفعوا. هو اي واحد ياخد شقه جديده او بيت جديد يبلغكم بالظبط كده حضرتك، اي وقت ما يشتري على طول اروح للضرائب انا اشتريت بيت جديد او شقه جديده، وقت ما الشقه تبقى جاهزه للسكنه. للسكن. بناخد ضريبتنا على وحده تامه حتى لو انت مش قاعد فيها، وحده مشغوله حتى لو هي مش متكمله. انت قعدت خلاص حضرتك فيه. طب اللي عنده بيت مقفول او شقه مقفوله تتعاملوا معاه ازاي؟ هي مش المفروض يسكن، مش هي كامله ويقعد فيها؟ هتبقى عليه ضريبه حتى لو هو مش جواها. حتى لو مش جواها. في الاصل ان الوحده دي خصصت للسكن. او لاضرار ايراد. مواطن قافلها قاعد بره، قاعد في الكويت، في السعوديه، في مسافر وقاعد بره بيشتغل بره. قافلها وقاعد بره يعمل ايه؟ هيدفع. يدفع، يبعت اي حد يسدد عنه الضريبه. اي حد. اي حد يسدد عنه الضريبه. وحضرتك بتقولي لهم لحد ان شاء الله ما يبقى عندنا الاليه، ويمكن سياده الوزير يعني مهتم جدا 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 بعمليه تبسيط الاجراءات للناس ودخول التكنولوجيا في مصلحة الضرائب العقاريه لسهوله التعامل ما بين الناس في مصر حتى والخارج. دكتوره سامي حسين، اولا بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه، بنقول لحضراتكم